عباءة السيدة أو رجل الأسد أو حاملة الندى، هذه أسماء كلها لهذه العشبة الرائعة التي تعالج أمراضا عدة. استخدمها الرجال والنساء، فهي تعالج الهضم، ألام الحيض، صحة الفم، مشاكل الجلد، صحة الشعر، نزلات البرد والأرق. واليوم رح نعالج تكيس المبايض وخاصة بطانة الرحم المهاجرة. الانتباذ البطاني الرحمي هو اضطراب مؤلم في أغلب الأحيان، ينتج عن نمو نسيج مشابه لنسيج الذي يبطن الرحم من الداخل، يعني يصير برا. يصل نوع الانتباذ البطاني الرحمي الأكثر شيوعا إلى المبيضين وقنتي فالوب والأنسجة المبطنة للحوض. وفي حالات نادرة يمكن العثور على نسيج مشابه لبطانة الرحم خارج المنطقة، يسبب آلام، يمنع الحمل، يسبب مشاكل في الرحم. ولعلاج ذلك عليكم بعشبة عباءة السيدة أو رجل الأسد. ننقع ملعقتين من مطحون نبات رجل الأسد أو ما يعرف بعباءة السيدة في لتر من الماء من المساء لين الصباح، ونشرب منه 3 مرات في اليوم لمدة 2 شهر كاملين. ويمكننا استخدام هذا المنقوع إذا كان عند السيدة أو عند الرجل حكة في المناطق التناسلية، فيغسل به المنطقة، سيعالج الحكة ويمنع الفطريات والبكتيريا والفيروسات.